حرب البشر هو تجنيد أو نقل أو إيواء أو استلامه عن طريق التهديد والإخطاف والاحتيال والخداع أو إساءة استعمال السلطة واستقلال حالة الضعف ويشمل الاستقلال كحد أدنى الاستقلال في أعمال الدعارة والاستقلال الجنسي والرق والاستعباد ونزع الأعضاء. المتاجرة بالأعضاء جريمة في حق الإنسان. عمالة الأطفال نوع من أنواع الاتجار بالبشر، فعلينا محاربتها والحد من ذلك. وروني كرا بهارات نديمتن وفي قد أزنجا بهارات دوني رات سبياني دوني را ويتو قد بطي بهارات كسبوسن بهارات كسب إلمون نمانيا تم كورتو ميسي ناتو جيرا خنافو كرا بهارات إفتسي ركب سيو ديمتا سيبر باتشيسا أمس بري كفلتي ملا كيتين نفسي كي دوا تفيد كوتي كي أبسطي كوتي لبدي لبور لبدي غلطة خلا سيرك أبي سدوا عند ركوا كي مطمئن سيجا فدا واتك سونت إيه نعان غلطة بيا كي تدي أصل الفعل هو جريمة ولكن مستقل يضاف إليه عنصر الاستغلال وهو التجار وإذا تسمى جريمة التجار بالبشر وهنا تأتي العقوبة عقوبة مشددة عن جريمة عن العقوبة العادية. الإجراءات تعمل على توعية حول أنواع ومخاطر الاتجار بالبشر حيث أن هناك بعض الممارسات الخاطئة من قبل المجتمع دون علم ووعي من ذلك.